يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أسقطت جنينها الذي له 3 أشهر، فهل يعتبر ما يخرج منها نفاسا؟ نعم، ما يخرج من الحامل إذا أسقطت بعد 80 يوم، يعني 2 شهر و20 يوم، ما كان بعد 80 فإنه نفاس إذا نزل عليها دم، لأنه دخل في طور المضغة، 40 يوما نطفة، ثم 40 يوم علقة، ثم 40 يوم مضغة، دخل في طور المضغة 40 الثالثة، فيأخذ حكم الجنين في أنه إذا أسقطته ونزل عليها دم تكون نفساء. نعم.